تعرفيني بالبي اللي كان قاعد القعدة الخصوصية دي مع خطيبتي؟ يا أخي خضتني، البي يبقى عاصم المهندس. الأستاذ عاصم المهندس اللي بيبني لنا الفيلا اللي هنقضي فيها شهر العسل، مش كده؟ مظبوط. تشرفنا حضرة الباشمهندس. أنا أصلي جاي عشان آخد رأي العروسة في مسألة ألوان الستاير. برافو، ألوان الستاير ولا ألوان الشفايف؟ سمير، أنا كنت عند عاصم المهندس دلوقتي. يا كذابين يا سفلة يا عباش. عاصم المهندس كان الستار اللي بتخفي وراه فضايحك ومخازيكي. كنت فين؟ عند عاصم المهندس. جايه منين؟ من عند عاصم المهندس. لا، لحد كده وكفايه، انا ما اسمحلكش. ما تسمحليش. صحيح، انا اهنتك. يا سلام على الكرامه اللي تسمحلك انك تحبي وانت بينك وبين الجواز 10 ايام، لكن الحق مش عليكي. انا كنت فاهم ان الاشاعات هي اللي بتظلمك. انا مش عارفه الثوره دي كلها على ايه. انت دوشتني كل ده لانك لقيتني قاعده مع واحد من اصحابي. قاعد معاكي وبيبوسك. بسيطه، كل حاجه عندك في الحياه بسيطه ما دام تقدري تغطيها بفلوسك. لا يا هانم، انا مش من اللي تعميهم فلوسك ولا تشتريهم بفلوسك. اشتريها بالنطع ده. بطل الدبله بتاعتك اهي. بس نصيحه، حرام عليكي في سبيل انك تداري مخازيكي تجيبي اسم واحد بريء زي عاصم المهندس وتتحججي بيه لدرجه اني شكيت فيه. انا كنت عند عاصم دلوقتي وعرفت انه راجل محترم وعنده اولاد وزوجه بيحبها، ومستحيل انه يبص لامثالك. امثالي؟ شايف المغفل؟ ايوه فعلا مغفل. مع ان عاصم يتمنى اشاره مني، لكن الحمد لله اللي جت منه مش وش نعم. تصور التبجح والبطر، قال لي كيف كان دي ضيق. مغفل مغفل. والله انا كنت راضيه بيه بس عشان خاطر بابا. طبعا طبعا. تصور يا شوكت، لا يعرف يرقص ومن كاسين كان بيدوخ، قالوا ليه عيني يتكلم كمان. قليل ادب. هدي نفسك، انا حتى كنت مستخسره في الفيلا اللي بابا عملها لي، لكن احنا الاثنين هننورها يا شوكت. شوف الدبله دي تيجي على قدك. لا 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 لا، يعني قصدي انا مش كنت قلت لك ان الدكتور محرج عليا اني ما اكلش حوادق؟ حوادق ايه مناسبه الحوادق؟ اصل الدكتور محرج عليا اني ما اتجوزش لمده كام سنه. والدكتور ده محرجش عليك انك تحب؟ لا مش محرج، وغير كده كمان انا عندي ضمير ومش قادر اكسر بقلب خطيبك. حاولي تصالحيه. مش ممكن اصالحه. انت عندك ضمير؟ انت هتخسرني ما كنتش تلحق نفسك وتتجوزني. انا هتجوز عاصم المهندس، عاصم اللي بيقولوا عليه انه ما يبصش لامثالي. على كل حال هبقى اطمن عليكي في التليفون.
هنعمل ايه يا ست؟ ما هو كله منك. كنت فين؟ كنت بتعملي ايه؟ ازاي سمير الزفتر دخل؟ دخل يا ستي زي الصاروخ، ما قدرتش احوش. الحمد لله اللي عرفنا طبعا الوحش واحنا لسه على البر. وبابا حاول ايه لبابا؟ ايوه يا ست، عيان وما يستحملش الزعل. اخ يا ناري، يا ما انا متغاظه من 60 في 60 ده. مين فيهم؟ المنيل ابو ضمير اللي كان عامل نفسه بيحبك وبيموت فيكي. قال ايه الدكتور محرج عليه يتجوز. انا حغيزه في العشر ايام دول وفي نفس الميعاد هتجوز. مين يا ستي فرحيني؟ هتجوز عاصم، عاصم المهندس. مبروك يا ستي. ها عاصم، هنعمل ايه بعياله يا ستي؟ هتعمل ايه بابو العيال؟ ما يهمنيش، صحيح هو مش التيب بتاعي وما يقليش، لكن انا ما اقدرش اتفضح قدام بابا. لازم اوريهم ان انا اقدر اتجوز وقت ما انا عاوزه، وانه سي عاصم ممكن يبص ليا والامثال باي ثمن وباي طريقه. عندك حق، هنعمل ايه بقى؟ اهو الموجود. الو، ايوه انا عاصم. علي هانم، اهلا وسهلا. انا عارف انت زعلانه علشان ايه، علشان ما عرضتش لحد دلوقتي عليكي الوان الفيلا، لكن بكره شم النسيم وان شاء الله بعد بكره هفوت على حضرتك ومعايا الالوان علشان تختاري اللي على ذوقك. ذوقي؟ مش معقول يكون احسن من ذوقك، ده انت بات لي انك مهندس شيك وان عندك بونجو يا عاصم. اه لو كان كل الناس عندها ذوق زيك. يا فندم العفو، العفو يا هانم. مرفوع. ما تنساش عبد الستار افندي تجهز الالوان ليوم الثلاث. انسى انسى زي سعاده البيت، هي طلبت علي هانم تتنسي. يا سلام على علي هانم واملاك علي هانم واموال علي هانم. اخ اخ ايه؟ انت عينيك هتزوق عليها؟ عينيا هتزوق على فلوسها. يا سلام يا عبد الستار لو تسلفنا كم الف جنيه نوسع بيهم الشركه ونهجم على المقاولات الكبيره. اخ وسلفك بقى صفر؟ يا هتسلف خطيبها اللي هيتجوزها بعد كام يوم؟ يدي الحلق للي بلا ودان. القصد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نحمد الله. أهلا، انتوا جيتوا يا حبايبي. لكن ده يا بنتي مش أول واحد فسخ الخطوبة، ولا تاني ولا تالت ولا عاشر. أنا مش عارف أودي وشي فين من الناس. أنا ما يهمنيش الجواز، أنا غنية. البيوت يا بنتي مش بتتبني على الفلوس، بتتبني على الأخلاق. إحنا كنا فقراء ولما اغتنينا والدتك الله يرحمها ما تغيرتش وفضلت في منتهى الكمال. ثم انت كبرتي على الجواز، خلاص فاتك القطر،
ضيعت زهرة شبابك. زي بعضه، بالفلوس اقدر اتجوز اي واحد وفي اي وقت. اه يا قلبي. طبعا كلامك يا بابا. قلبي الدواء. جمالات لا يا جمالات. انت دكتور؟ لا ميرسي، دلوقتي الدكتور بتاعه هيجي. كلامتك ساعة البي في حاجة؟ لا لا مفيش. اتفضل. يعني ضروري كنت تنزل من اوضتك وتتعب نفسك؟ تاني مرة مفيش نزول، لازم تسمع الكلام. عاصم بيه تسمع؟ بكل سرور يا فندم. على ما في ايه؟ البيه ماله؟ زعلان ليه؟ يعني ما انتش عارف ايه اللي مزعله؟ ابدا. ستي فسخت خطبتها، منها يا روحي بتحب المهندس بتاعها. اه المهندس بتاعي؟ ايوه يا روح ماماه. يا هنياله. يا هنيالنا. بقى عليا فسخت خطبتها علشان بتحبني؟ يا شيخ بلاش كلام فارغ. سعادة البيه وشرفك ما هو كلام فارغ. جمالات سيجارتيرة العواطف اكدت انها بتحبك وما بتنامش الليل. اه بقى علشان كده زعلت يوم سم النسيم لما ما لقيتنيش لوحدي. تمام يا سعادة البيه، هنيالنا خلاص دخلنا على الفلوس والبنوك والشيكات والعربيات الكادله. ايوه والترميه الله يرحمها ربنا ما يرجعنا ليها. اذا يا عبد الستار افندي من هنا ورايح مفيش مقاولات صغيره ابدا ابدا. عمارات ناطحات سحاب خلاص. و... لا انت بتحلم يا عبد الستار. ليه يا سعادة البيه؟ انت نسيت ان انا متجوز وعندي اولاد. طب وماله يا سعادة البيه؟ ده كنز اتفتح لك، ده احنا بيت فلوس، ده خير هيعم عليك وعلى اولادك وعلى مراتك. لو انا من مراتك يا سعادة البيه اقول لك الف مبروك وزغرط لك. تسمح تسيبنا لوحدينا يا عبد الستار افندي شويه؟ حاضر. مش دي شروط اللي انت ماضيها مع صاحب فيلة الدقي ومتعهد ان كل متر مكعب عليه ثلاث شكاير اسمنت؟ ايوه. امال ازاي اروح الاقيهم بيحطوا شكاره ونص بس على المتر؟ اهو كده، امال هنكسب ازاي؟ لكن يا عاصم دي مش ذمه، ده حرام. وحياتك يا اخويا سيبنا نكسب لنا قرشين وبلاش ذمه ومش ذمه، حطها في جيبك احسن. لا ده انا احطها قدامك هنا على المكتب، احطها في عينيك. على اخص الشغله بتاعنا دي شعارها الامانه واساسها الذمه والاخلاص. انت مش شايف البيوت اللي كل يوم بتتطربق على الارواح البريئه دي؟ عجيب. طب وانا مالي؟ وانا اللي بنيتها؟ لازم اللي بنوها اجدادك. اسمع يا فؤاد، احنا شركة صحيح لكن انا لوحدي المسؤول. الحمد لله احسن شويه نحمده. احنا مش عايزين نتعبك يا سعاده البيه، نستاذن. الف سلامه. شكر يا ابني. العفو. كتر خيرك. العفو يا سعاده البيه. تعرف يا عاصم بيه، بابا رايه فيك انك انسان طموح وان مستقبلك عظيم. ده تشجيع كبير من بيه الوالد. انا متشكر جدا. اسمحي لي بقى. اسمح لك على فين؟ ده انا قاعده وحدي. تعشى معايا ما كانش عندك مانع. لا ابدا. اتفضل. تعرف يا عاصم ما عندكش فكره عن الراحه اللي بحس بيها وانا معاك. بحس ان روحي وروحك في اندماج، وكتير اقول لنفسي اهو ده الشخص الكفء اللي يليق لي. قول لي يا عاصم. افندم. انت عندك فلوس؟ فلوس؟ قصدي يعني عشان اعمالك عشان مشاريعك. لا متجهد اطمني قوي. عندك كام؟ يعني 100,000 جنيه، 200,000 جنيه. يا خسارة. خسارة؟ ده انا كان في نيتي اديلك كام الف جنيه على سبيل المساعدة. كام الف جنيه؟ الحقيني علي هانم. الحقك ازاي؟ انت مش بتقول انك راجل غني يا اخي؟ غني؟ لا غني ولا حاجة علي هانم. ده انا راجل مسكين وعندي اولاد وفي شدة الحاجة ليه كم ألف جنيه أوسع بيهم أعمالي كده. طيب اسمع بقى أفندم، أنا هقول لبابا يديلك مبلغ محترم على سبيل السلفة. السلفة؟ عشان تحقق مشاريعك توسع أعمالك. أنا متشكر قوي علي هانم، أنا عاجز عن الشكر. اشرب يا عاصم. في صحتك يا فندم. جاي يا حبيبي.
بتحبك ناس يا ليل، بتستنظر وبتقاسي، ومنية القلب في حضن العزل الناسي. يا رب يا رب حاشاك يكون حكمك كده قاسي، تحكم على المخلصين، تحكم على المخلصين بالصبر والحرمان، وانت اللي تكبر كثير القلب، وانت اللي تكبر كثير القلب والتواسي، والتواسي يا ليل يا ليل. متشكر قوي. قوم هات لي جرد المية، روح هات لي جرد المية اهو عشان ادلق عليهم. سكتني يا دخيل، الله بلا فضايح. اوعى سيبني، اوعى تنسى ميعادنا بكره. انسى؟ انسى ازاي؟ ارفار ارفار يا عاد، مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. اه مخي دماغي. يا عم عثمان، دخيل الله، دخيل الله الدواء. يا خبر، الحقهم بالدواء خالي. مسكينة لحقت تشنج من اللي بتشوفه. الدواء. تعي يا حبوبي، تعي يا حبوبي، تعي. ما تخافي، ما تخافي روحي، ما تخافي، ما تخافي. يا عثمان، يا عبد الرحمن، دخيل الله ابوك. شو اللي لغزك دخيل الله؟ قلبي، مخي، دماغي، جتتي مش خالصة، مش قادرة من ساعة الولية ما شفتها هتخطف الراجل. يا شيخ حرام عليك، اتقي الله. اتقي الله؟ الست جاية متبدرة ومتحمرة ولابسة اللي على الحبل، ليه؟ إن بقى تظني إيش؟ اسم الله عليك، الساعة 12 بعد نص الليل الست توصل راجل متجوز ويلطع إيدها قدام عينيكم أنتوا الاتنين وتقولوا لي الظن إيه؟ إيه العمد قلبك، هيدا إتيكيت مجاملة. إتيكيت مجاملة؟ انا راكبني 60 عفريت دلوقتي، لازم اروح اقول لزينب قبل الوليه دي بكلفه الراجل. كلفته ازاي؟ احنا رحنا فين؟ احنا رجاله واحنا طراطير واحنا كروتيات. طول بالك، طول بالك، هد دمك، الصباح رباح. زينب، زينب كده برضه خدت بالك؟ ايه اللي خلاك تنامي هنا؟ اصلا انشغلت عليك، انت اتاخرت قوي، جيت استناك هنا غلب من النوم. طيب ادخلي بقى. اتاخرت ليه كده؟ مالك يا عم؟ سرحان في ايه؟ زينب أرجوكي من هنا ورايح ما تنتظريش في البلكونة، لأن زباين اللي يملي يا ستي من دلعهم ما بيحللهمش السهر إلا بالليل. يا سلام عليهم، ما في قلبهمش رحمة، حتى كمان بالليل مش كفاية بالنهار. الله، ريحتك حلوة. أصل كنت عند المزين. الله، أنت شارب؟ أيوة، أصل جاني شوية مغص وأنا عند المزين، اضطريت آخد كاس كونياك. سلامتك يا حبيبي.
زينة. نعم. تعالي. حاضر. نفرض ان اتفتح لي باب وجولي ناس ادوني كام الف جنيه على سبيل السلفة يعني علشان اوسع بيهم الشركة وادوني لي انا ليا انا يقمصي فؤاد ياخد نص المبلغ كده على البرد؟ طبعا لانه شريكك وابتدأ معاك وصديق العمر كله. انا معرفش لغة العواطف اللي تفتك. انا عايز ابقى غني. يا بابا. كنت في الشغل يا حبيبي. اديني جنبك. يا سلام من قد كنت فوق عادي. بابا وماما جنبه. ربنا يديمها سعادة يا رب. ايوه جايين حالا يا عم فؤاد. اتاخرتوا ليه النهارده عن المدرسه؟ الكرة زمان ضرب. بتاعي يا بابا وانا كمان يا بابا. امال يا حبيبي. يلا يا اولاد عشان عمكم فؤاد يلحق يوصلكم ورجع لبابا. يلا اربع 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 يلا اوان اوان اربع اربع. خلاص نسينا على السلام. صباح الخير يا زينب. يسعد صباح. صباح الخير يا شيخنا. يسعد صباحك يا اختي. صباح الفل يا ست الكل. صباح الفل يا بنت شيخنا. صباح النور يا روح قلبي. صباح الخير يا عم جبور. بقى لك اسمي جبور وشبور. يخليهم لك يا رب وينصرك على من يعاديك. ويقصوك يا عمري اللي عم بيأذيكي. اتعلموا مني 10 على 10. ها؟ روبار روحي. لكن على كيفك قوي يا عثمان. ورايت فكان ده تلميذ سوء خان. ده موافق على طول الخط. معلوم 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 معلوم. هو فين؟ واقف مع الاستاذ مفهوم. انت انت بختك من عند الله. راح يلاقينك هالموسيقى استاذ دبلوماه البروفيسور جبور. معلوم معلوم. هلا راح بسمعك لحن. اعطيني ودناتك يا خيي. مايسترو افانتي. بك بك بيك بك بك بيك بك بك بيك. بعد درس المزيكا الست شغلة راح يعلمك الرقص الرومبا والسامبا والدلوكا. معلوم معلوم. اعطيني ودناتك يا خي دخيلك. هيك بيبتدوا اللحن. مايسترو افانتي. هيك بك بك بيك بك بك بيك بك بك. انت راح تطلع من هنا وسطك زي الزنبرك تمام. معلوم معلوم. دخيلك ابوس اجرك. اعطيني ودناتك يا خي ابوس اجرك. انت كمان هيك بيبتدي اللحن. مايسترو افانتي. بك بك بيك بك بك بيك. انت راح تطلع بيها. وبعدين وبعدين انا مش قلت لكم انه ممنوع الكلام في اثناء الحصه؟ ما تقول لجوزك. ده مش جوز ده ولا جوز خيل كمان. معلوم معلوم. انت مفهوم علمتوا اللحن ولا لا؟ ايه معلوم معلوم. يلا نقول اللحن كمان مره كلنا. مين؟ يلا اعطوني ودناتكم كلكم. واحد تنتين تنتين ونص ثلاثة. بك بكي بك بكي من حكم مراتي يا شريك. بك بكي بك بكي من حكم مراتي يا شريك. عملت مديك فرحة وعملت من الفرحة بيك. عملت مديك فرحة وعملت من الفرحة بيك. بك بكي وبك بكي الله لا يوريك. مراتي بنظرة عينيها ما حد يقدر عليها. روحي ما بين ايديها. مراتي بنظرة عينيها ما حد يقدر عليها. روحي ما بين ايديها. بتقولي فوت افوت. بتقولي موت اموت. بتقوله فوت افوت. بتقوله موت اموت. من شرها الله يحميك. بك بكيك بك بكيك الله لا يوريك. بك بكيك وبك بكيك من حكم مراته يدريك. بك بكيك وبك بكيك وعملت من الفرحه ليك. عملت من فيك فرحه وعملت من الفرحه ليك. بك بكيك وبك بكيك الله لا يوريك.
مراتي كلامها من منيح من خوفي ما بقدر صيح متعذب وقعت جريح مراتي كلامها من منيح من خوفي ما بقدر صيح متعذب وقعت جريح قلبي مليان مليان فكري تعبان تعبان قلبه مليان مليان فكره تعبان تعبان من سرها الله ينسيك بكبكيك وبكبكيك الله لا يوريك بكبكيك وبكبكيك من حكم مراته يجريك بكبكيك وبكبكيك من حكم مراته يجريك عملت مديك فرخة وعملت من الفرخة ديك عملت مديك فرخة وعملت من الفرخة ديك بكبكيك وبكبكيك الله لا يوريك فهمت يا بيتهوفن زمانك انا ما بحب عيد بروفات كتير فطير انا متشكر انا فطرت في البيت فطر في البيت يا امي يا امي حمي انا ما بشربش طنباك حمي يا عيني يا عيني على السميعة حضرته اطرش كان على عيني ينيلك يا بعيد عيد لسه بدري على العيد ده مش اطرش وبس ده عنده ارتجاج في المخ النطرة بتروح اتنيل يا سلام على فؤاد انا مش عارفه كنت اعمل ايه لو ما كانش هو بيوصل لدار المدرسه كنت وصلهم انا انت كسلان عمرك ما عملتها في الحقيقه هو بيحب الولاد قوي صديق مخلص مين عن ابو الصداقه اللي بتورط الواحد يا سلام يا ترى بقالنا كم سنه بنقعد في القهوه دي طيب انا كتير ما كانش عادل لسه اتولد ها نفس الترابيزه ونفس القهوه ما غير ما همش والصديق هو هو يظهر ان اسم القهوه دي اسم على مسمى ايوه ايه سرحت زي ولا ايه ايوه والله فؤاد عندي كلمتين عايز اقولهم لك عارف عايز نوسع الشركة لا عايز اضيع الشركة عايز استقل قصدك ايه قصدي ان كل واحد يشتغل لحسابه احسن كريشمانة فكرت في الحكاية دلوقتي يا عاصم احنا اخذنا الوظيفة سوا ورينا الفتحة ان احنا نكون يد واحدة على طول ايوه لكن الوقت اتغير يا فؤاد ايه اللي اتغير ان احنا نجحنا واربحنا كترت افرض اللي تفرضه واحسب اللي تحسبه طيب يا عاصم انا مش عايز اخسرك انا مستعد اخفض نصيبي في الارباح ما تفتكرش اذا حبيت تشتغل بما هي انا مستعد يا سلام بما هي ابقى مستخدم في الشركه بتاعتي يا اخ كتر خيرك انا متشكر قوي انا قلت كده برضه واظن نصفي حساباتنا احسن وهو كذلك بس نصيحه اخيره لما تيجي تصفي حساباتك مع نفسك تبقى دخل الضمير خليه يحوشك عن الحاجات اللي كنت بحوشك انا عنها الطمع يا عاصم الطمع بيدي باليمين وياخد بالشمال يا عاصم احمد لولو هدو اهلا يا شوكت يا عاصم شوكت اخو فيفي فيفي صاحبتي والله دي فيفي زعلانه مني خالص عشان ما بتشوفكيش اليومين دول مشغوله قوي يا شوكت بجهز لفرح انت صلحتي مع سمير الف مبروك سمير مين فاكر لعب عيال اقدم لك عاصم بيه خطيبي اهنيك يا فندم متشكر مبروك يا علي هاني ميرسي يا شوف ان شاء الله هبعت لك قريب قوي عزومه الفرح وعقبالك كده لما الدكتور يصرح لك بالجواز وباكل الحوادق يلا يا عم ذلك الثالث يا مين ده اللي معاه علي
خطيب جديد. اسمح لي انك خيبة. بقى حد يسيب ثروة زي دي هي طارت من ايدك. طيب فعلا خيبة. لكن انت فاكر انها يعني هتتجوزه عشان بتحبه؟ لا هتتجوزه علشان تغيظني. انت باين عليك متضايق. انت زعلت عشان قلت انك خطيبي؟ لا ابدا، لكن انا اتفاجئت. اشمعنى اخترت النقطة دي؟ نقطة ايه؟ دي كلمة كانت في قلبي بصيت لقيتها على لساني. يا عاصم انا مش قادرة اداري بقى. انا من يوم ما عرفتك وانا مشغولة بيك. انا مش قد المقام، وما تنسيش اني راجل متجوز وعندي اولاد. بسيط. ثم انا قلت لبابا انك عاوز تخطبني بالشكل ده يا عاصم، يبقى لي وش ان انا اطلب منه الثلاثية اللي قلت لك عليه عشان توسع بيها شغلك وتشوف مستقبلك. مش عملت كويس يا حبيبي؟ موافق. تارك مش زي الاول، شاتت بره وما بيتلمش على عشه. تاخد ايه يا شخلة؟ ما تتكلمي عادل. يعني جوزك يا اختي وفكرك مشغول وبالك بيودي ويجيب. او النبي صحيح، وهتفضلي حاطه ايدك على خدك كده وعقلك تايه؟ طب روح اعمل ايه؟ مش في سماوي بيخطف العيال الصغيرين؟ اه في كمان نسوان بيخطفوا الرجاله المتجوزين. حاكم الراجل زي الطفل، ما تفرقهمش عن بعض. زي ما تتحكي على العيل الصغير بحته حلاوه، دول بيضحكوا على عقول الرجاله بشويه كلام فرنساوي شويه كلام انجليزي. ابوك فيك يا شيري، انا نرفز قوي قوي يا دارلينج. لما يقرب عليكي تتقلي عليك تقولي كلاسيمو. فهمتي؟ اي شويه الكلام الخواجاتي دول، على شويه احمر على شويه ابيض، وتنصيري الضفاير دول، وتلبسي فستان مفتوح شويه يبين السكس ابيض. لا انت قبيحه قوي يا شخلع، وزودتها خالص. زودتها خالص؟ وانت ما هتتزوقي وتشخلعي. هتشخلعي الراجل غريب ده؟ جوزك حلالك. النبي يا اختي انت عندك حق. طب واجيبه منين الفستان 6 ابريل ده؟ 6 ابريل؟ 6 ابريل هقعد اعلم فيك لغايه امتى؟ هنزل اجيبهولك من عندي. طيب كتر خير. وحاضر يا ستي. طيب يا عاد، انا نيرفي لتيمي، انا 6 ابريل مش هفتح لك اللي ما تقولش. ابوسي انا ما عنديش مانع. الله ما ليله قبل ان جوزك ما يذبحنيش. ايه خبر اسود؟ انا افتكرتك انك عاصم والنبي تخبي عني. خليك عندك. الله انت لابسه كده ليه؟ اصل يا سيدي حبيت اتمدن لكن الظاهر مالوش فلحه. والله بلاش تفلحي احسن. يا عاصم ما انا قلت دي الطريقه اللي يمكن ترجعوا بيته. اصل ما عندكش فكره عن الطيار اللي هو ماشي فيه. عارف، ولذلك تجديني متضايق جدا وقرفان. ما حاولتش تصلحه؟ عاصم دلوقتي مركزه كبير وانا راجل صغير، مش ممكن هيسمع كلامي. حاول يا فؤاد، انتوا صحاب ولا انت نسيتنا؟ والله ابدا ده انا حتى لما لقيت النور والع طلعت اتكلم شويه مع عاصم. لكن سيبك، انا مطمن ما دمت بتنتظري. ما تيأسيش ابدا، مسيره هيلف ويتعب ويرجع بيته تاني. تصبح على خير. وانت من اهله. ربنا يهديك يا عاصم. الله، ده مين ده اللي نازل من بيتك في الوقت ده؟ ده فؤاد صاحبي اللي كان شريك. غريب ويزورك في وقت زي ده. وبتقول لي كمان انه زينب مراتك لخمة. والله يا اخويا احلى اللي لخمة. وانصاري يا عاصم. أهلا
تعزمونا نبوس ايدها وياكم؟ يظهر انك مش حتجيبها البر يا اللي اختشوا معته يا سراميو. يا عيني يا عيني يا دون جوان القرن العشرين اتخنتها. كده برضو يا دانلك مفيش ليلة تيجي فيها بدري ابدا. اعمل ايه؟ انشغلت زار مش واخد بالك يخسر التعب. تعبك؟ عشان ايه؟ الله شوف الفستان السواري ده مش بطال صحيح والتسريحة شيك قوي. الله انت قابلت فؤاد بالفستان ده؟ ايوه اصله جه على غفلة لكن غطيت نفسي بالشال. وليه يجي على غفلة؟ انا مش فاهم ايه المسخرة دي. قلة ادب ما كانش صح ابدا تقابليه باللبس الخارج ده. هو انا لبست الفستان ده علشان فؤاد ولا علشانك؟ انا افتكرت ان عدم اهتمامي بلبسي هو اللي كرهك في البيت فحبيت اعمل زي الستات اللي بيطول الرجاله بره تقوم ترجع لبيتك كل اولادك اللي كل ساعه كسرين قلبي ويسالوني فين بابا فين بابا. انا بكذب عليهم يا عاصم مش عارفه اقول لهم ايه لكن برضه ما نفعتش ما لبنيش غير قص شعر. يعني وانا بسهر بره فين؟ اصل قدامي صفقة كبيرة بجري وراها. اما لو نجحت يا زينب هنلعب بالفلوس ليه؟ اصل عايز قرشين علشان اوسع بيهم الشركة. عايز قرشين؟ ايوه. طب استنى على فين؟ وعندي حاجة عزيزة هجيبها لك كمان. ادي حصلت عدد واحد وحوشت لي دكتور 300 جنيه خدهم كلهم وبلاش تشرب ولا تسهر ولا تسيب ولادك. 300 جنيه ايه يا عبيطة؟ ده احنا قدامنا عشرات الالوف. اخر مضات الحفلات تقام الليلة حفلة تنكرية ساهرة كبرى بسراي مرسبي عبد الباسط بمناسبة خطوبة كريمته عليا لعاصم شاكر المهندس. ايه يا ست يا ندمتي انت عملها الدون الناقص. انا مش قلتلكوا انا قلبي كان حاسس ساعة ما شفتهم في الجنينة ان الولاية هتخطف الراجل من مراته وعيال. انت لازم فيك شيء لله. والله ما تستاهلي كل ده يا زينب. ده جزاء قلبك الطيب وحنيتك عليه ولا اولاده. انا عقل الرنتين من راسي بيعمل كده ليه؟ جعان محتاج بياكل بالدين تو على الطمع. انا بعرف شو اللي قلب مخه هالقلعوط. المصاري لارجان هيدا طول عمره يقصف عمره ما بينام ما بيحلم ما بيقوم الا على المصاري. لعنة الله على الطمع والطماعين. خلونا دلوقتي في المفيد. الكلام اللي بنقوله ده ما فيهوش نتيجه.
احنا ما نبقاش واكلين عيش وملح مع زينب وعشها يتهد قدام عينينا واحنا ساكتين. عنده حق، احنا ما نسكتش، ما نسكتش ابدا. نحن ما بنقبل الضيم لزينب، راح بندافع عنها بالسكاكين، أيوه. بالخناجر، بالطبنزار، بالطومي جم، ما بهمنا شيء. يلا يا امي يا امي يا امي. يا ساتر يا رب، الدنيا غضبانه النهارده قوي. ايه الى حق ترضى من ظلم الناس من لئام الطبيعه البشريه. يا سلام يا شخلع، قد ايه الجو ده بيقبض قلبي. بعد الشر على قلبي. ان شاء الله عدوينك هم اللي ينقبض قلبهم. ايوه ان شاء الله 100 مره. تسلم يا روح. خد يا ستي فستانك ما نفعش. ليه؟ قال يا ستي عالباه كده، وزي ما انت عارف طول عمره يحب الحشمه. حشمه ايه؟ خد الطلقه. يخرب بيتك يا الله، يخرب بيتك يا جبور، يخرب بيتك. انت بتخبي المجله دي مني ليه؟ ابدا. المجله اصل فيها حادثه. ايوه حادثه، حادثه زي ما تقولي فيها خروف. ايه خروف خطفته حدايه. ايوه خطفته الحدايه من الفرن. خطفته الحدايه من الفرن. ايوه الخروف اللي خطفته الحدايه. خروف ايه وفرن ايه؟ ايه اللخبطه دي؟ انتوا لازم مخبيين عنا حاجه. انتوا خوفتوني. لازم حد عزيز علينا مات. وريني يا شكلها. ده مش غريب عني، انا شفته فين قبل كده؟ شت. العقربه باينه ليه، خد باله منكم، مفيش طريق غير كل التداس بسر اصدر يزينك واحده منهم. انت اتجننت؟ انا في خطوبه عاصم جوز حبيبتي زينب ياخد بعضك. وراح نعمل ايه بس؟ مش احسن يكشفونا ويطردونا ويكشفوا لعبتنا؟ دخيلي دخيلك، ارقصي الشرافه. يلا يا شيخ ما تخسريش اللي عملناه. ايوه اخ يا ناري.
بعته والقلب لغيرك دايما مشغول يا بلد بتقول حبيت على طول حبيت على طول حبيت على طول اه يا بلد بتقول حبيت على طول حبيت على طول حبيت على طول يا بلد بتقول حبيت على طول والقلب لغيرك دايما مشغول حبيت 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 هتعملي ايه هنا؟ خفت ليه؟ زي اللي شعرب انك بتعملي عملي ما يحصلش في النور. اذا كان ضميرك بيقول لك ان تصرفك مخجل طبيعي ورجعي عن الجريمه دي. جريمه ايه؟ هجمي بيه سعيد مش جريمه في نظرك؟ وانا اعمل ايه؟ اذا كان بيحبني وبحبه. الاصول انك تفرقي بين قلبين. وهي اصول انك تفرقي بين اب واولاده ومراته. ما فكرتيش في مصيرهم المظلم. مين قال لك انه مصيرهم هيكون مظلم؟ بالعكس انا حضمن مستقبلهم ومستقبلك انت كمان. انا ثروتي كبيره. ثم اسمحي لي انت عندك ايه؟ عندي ايه؟ عندي طفلين يساووا كنوز الدنيا كلها. عندي بيت حافظت عليه بتعبي ودموعي وسهري وجايه انت بفلوسك تهديه في لحظه؟ لا يا هاني وفري فلوسك عليك. إذا كان هف عليك أعمل خير عندك الملاجئ والمستشفيات وإذا كان هف عليك تتجوزي عندك العزاب كتير. إيه الألفاظ دي؟ أنت فاهمة إنك بتكلمي واحدة من الحارة؟ مالها الحارة؟ ما أنت جيتي خطفتي منها واحد وجريتي. اسمعي ما تضيعيش لا وقتك ولا وقتي. عاصم طموح وأماله كبيرة وهيحقق الأمال دي معايا أنا بس. أما إذا كنت جاية تعملي لي زيتة واسكندال يعني فضيحة اتفضلي أنا ما يهمنيش. طبعاً انت من الصنف اللي ما يخافش من الفضايح لكن الفضيحه رحتوا علي انا لان عاصب ابو اولادي. انا شكوتي لله. الله انت بتعملي ايه هنا؟ اصلي حبيت اشوف لو اغيب عنك هتدور عليا ولا لا. طيب اديني دورت عليك. بتحبني يا عاصم؟ يا سلام ودي عايزه كلام. كم مره بتساليني دلوقتي ولسه بتسالي؟ انا عاوز اعرف الحقيقه بتحب مين اكتر انا ولا زينب؟ احنا مالنا ومال زينب؟ احنا دلوقتي لوحدنا انا وانت. المدنية يا دون يا أغنية حرب. المدنية مش كده، المدنية أساسها الذوق والأدب. فرحانين لو تعرفوا إن فرحكم ده تمنه قلوب بتبكي بدل الدموع دم وبيوت هتتخرب. يلا بينا. ماشي النفس. إزاي تسمح لنفسك تروحي لعلي وتعملي كده؟ أنت مش عارفة إن بتصرفاتك دي هتضيع مني ثروة كبيرة، كنز اتفتح لي. كنز اتفتح لك؟ أيوه.
لما هتجوز عليا وابوها يموت كل امواله هتصبح اموالي انا، انا لوحدي. ولازم تفهمي ان جوازي بعليا جواز مصلحه مش اكتر. اخص عليك يا عاصم، وصل بيك الطمع للدرجه دي؟ انت نزلت من عيني يا عاصم. نزلت من عينك ليه؟ علشان عايز اكون غني؟ حد تقع له ثروه كبيره زي دي ويرفضها؟ انا عارف مين اللي بيسمم افكارك، هما شله الغجر اللي حواليك دول اللي هيخربوا بيتك. من هنا ورايح مش عايز حد منهم يخش بيتي، فاهمه ولا لا؟ عمو فؤاد ايه يا ولاد في ايه؟ الحق بابا وماما بيزعقوا. بيزعقوا؟ طيب انا جاي حالا. اعقلي يا زينب، ليه عايزه تقفي في طريقي وطريق الولاد؟ حد يفقر نفسه بايده؟ ليه؟ احنا فقراء عايشين بالدين، مش قادر توكل ولادك؟ احنا الحمد لله مستورين وبيتنا مفتوح، ارجع لعقلك يا عاصم. انا عايز كده، انا حر في تصرفاتي. وانا ما قبلش الوضع ده، انا ما رضاش اعيش مع راجل الجواز في نظر صفقه وتجاره. جاي يا جماعه، تعالى يا سيف. بيزعقوا ليه؟ حضرتها من غيرتها عايزه تضيع مني ربع مليون جنيه. الله، عندها حق يا عاصم، انت عايزها تخرب بيتها بايدها؟ مين يقبل الوضع ده يا اخي؟ مين يقبل الوضع ده؟ الله، يعني حضرتك بتشجعها؟ عايزها تتطلق؟ اتفضل اخرج بره بيتي حالا. انت بتطردني يا عاصم؟ ايوه. طيب انا هخرج. الله ينعل ابو الطمع. لا يا شيخ، عايز نعيش فقير زيك. فقير لكن شريف، عايز يوصل بمجهوده ودراعه، مش زيك عايز يغتني من فلوس واحده ست. حضرتك بتدافعي عنه، بقى هو اللي حاطط الافكار دي في دماغك، خطه مدبرينها سوا. تقدر تفهميني ايه اللي جابه؟ ايه اللي حشره؟ لكن ما هو بيجي كتير من غير علمي، هي دي اول مره؟ الله، قصدك ايه؟ قصدي اني مش مغفل، كل حاجه ابتدت دلوقتي تتكشف قدامي. انا شايفه خارج من عندك نص الليل وحضرتك متشيكه قوي ولابسه لي لبس خارج وكدبت نفسي. لاحظت اهتمامه بيكي وغرامه بالاولاد وكدبت نفسي. اخلص، قول انك بتدور على حجك عشان تغطي بيها ندلتك. ندلتي؟ طب خليكي عايشه في الفقر اللي انت فيه. انت طالع. ليش انا هسيبكم في راحة ابدا، هنتقم وانتقامي حيكون شديد. بابا ريح من يا بابا، خليك ماشي يا بابا. بابا تعالى يا بابا تعالى. هو جاي يا انك جيت. الحمد لله على السلامة. شفت اللي جرى من ابنك عاصم؟ امال انا ايه اللي جابني؟ هي فين زينب؟ اهي فوق يا حسرة عليها، طول النهار سمعتها ما بتتشفل على خدها. انا مش مصدق، عاصم ابني يعمل العمايل دي كلها؟ ايه اللي حصل يا شيخ شاك؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زينب يا جدي، قلت لك ايه معاك يا جدي؟ والله يا بنتي ولا حاجة، ده انا جاي على ملا وشي. ايه اللي جرى يا زينب؟ ازاي يحصل كل ده؟ اسمه نصيب. ايوه يا بنتي اسمه نصيب، معلش تعالي اقعدي اقعدي يا حبيبتي.
ايه السبب؟ انا لازم اساله، هو ما بيجيش هنا ابدا؟ ما بيجيش حتى عشان خاطر ولاده؟ اقول لك يا جدي، هو مش بيجي ليه؟ عشان هو زعلان من عادل. لا، هو زعلان منك انت عشان ما رضيتيش تلعبيه بالعروسه بتاعتك. انت اللي ما رضيتش تديله الكره بتاعتك. ولا ده ولا ده، طنط شكله قالت لي ان الطلاق ده اللي بيخش بابا يجي هنا. قول لي يا جدي، مين الراجل اللي اسمه الطلاق ده؟ ساكن فين؟ ايوه، هو ساكن فين عشان نروح نضربه. مش ضروري تعرفوه، ربنا يبعده عنكم. ايوه، اذا كنا اللي هنموت. ما تقدروش عليه، ده غول، غول كبير قوي. يا ريته غول، وانا كنت قتلته وخلصت العالم من شره. سعاده البيت، في واحد باين عليه مكذوب ولابس زابوط وبيقول ان ابو سعادتك وعاوز يخش بالعافيه. ابويا؟ الله، هو عمي البيه رجع امتى من لندن؟ لندن؟ لندن. انا كمان استغربت، انا ده لسه بعت لي جواب بيقول انه هيتاخر شهرين. عن اذنكم هروح اشوف ايه المساله. اصل عمي البيه ابو عاصم كان في لندن بيشتري خط بواخر. خط بواخر؟ بواخر. اهلا وسهلا يابا، الحمد لله على السلامه. بقى اسمع يا عاصم، انا ما انكرش عنك ان قلبي غضبان عليه. ازاي تعمل كده ويا زينب؟ زينب بنت الحلال تطلقها وتتجوز وتبهدل الدنيا كلها من غير ما تشاورني ولا كأني لك كبير. والله يابا دي مسألة اسم ونصيب. أرجوك يابا تسبقني على المكتب وأنا بحصلك بعد 5 دقايق. وش معنى يعني المكتب؟ أصل المسألة دي خطيرة أوي يابا، دي فيها حياتي أو موت. يا ساتر. والله يابا. طيب يا ابني، يجوز فيه سبب من وراء العقول. وعلى كل حال أنا راجل بسيط، ويمكن أنت فكرك أعلى من فكري. لا العفو يابا، مع بس السلامة. ما تتأخرش علي. أبدا يابا، أنا مسافر في قطر سابع. مع السلامة. هستناك. إن شاء الله. 5 دقايق مفيش غيره. إن شاء الله. السلام عليك. الله يلعن ابوك. نسيت الشال. ايه اللي جاب ابويا كده بدري من لندن؟ امال ابو زعبود ده يبقى مين جنابه؟ ده راجل من بلد عقله على قده، حاكم الجماعه الفلاحين دول مفيش عندهم اسهل من رفع التكليف. يعني الواحد ادام يبقى اصغر منهم في السن شويه خلاص يبقى خبط لزق كده ابنه. يعني مش ابوك صحيح؟ لا ابويا ولا اعرفه يا شيخ. خد هنا يا واد. بقى انت مش ابني؟ يعني انا بقول انك انت ابني رمي جدت؟ والله عال يا عاصم عال. فيك الخير يا ابني. طب قول لهم كده في وشي ان انا مش ابوك. يعني خلصت ولسانك بتجل ومش ابوك ليه يا عاصم؟ اتمني كبرتك وخليتك افندي؟ ده هي توكسك وتوكس لفنديات اللي زيك. وقال انا اللي كنت زعلان على زينب قال. اذا كان ما فيكش خير لابوك هيبقى لك خير فيه ايه؟ روح ده هي تسود وشك دنيا واخره. ده جاي من لندن متشمر قوي. خط بواخر ولا خط حمير؟ اه يا جماعه قلبي. قولوا قلبي. عليا كلوني يا ناس كلوني. قادرين؟ قولوا سلام. انتوا تكونوا مجتهدين زي ما كنت انا مجتهد. قد انتوا شايفين بالجد والاجتهاد والاستقامه وصلت لايه؟ وصلت للمجد يا سعاده البيه، اسمك في السوق زي البرلمان. اتفضلوا انتوا دلوقتي. متشكر قوي. تسمح تسيبنا شويه يا عبد الستار افندي؟ لما يؤمر سعاده البيع. معلش اخرج دلوقتي يا عبد الستار. افندم يلزم خدمه؟ ايوه يا عاصم. انت دلوقتي كسبت قضيتك من زينب واصبح ليك الحق انك تاخد الاولاد. ناوي تاخدهم صحيح يا عاصم؟ طبعا. امال اسيبهم لكم في الفقر اللي انتوا فيه؟ اسمع يا فؤاد، هاخد الاولاد يعني هاخد الاولاد. ويفضل لزينب ايه؟ ايه اللي يخليها تتمسك بالحياه في اعماق الياس اللي هي عايشه فيه؟ سيب لها الامل ده يا عاصم، انت عندك كتير، عندك المجد، عندك الشهره، المال. انا مش فاهم انت ليه مهتم بزينب والاولاد؟ تفتكر ليه؟ ما باينه زي الشمس. دول زي اللي يكونوا ولادك مش ولادي. الله يظهر ان الشك في محله. الو يا عاصم. اهلا عليا، بقالك كتير؟ لا واصلة حالي. مين الراجل اللي خارج من هنا يسب ويشتم؟ واحد صاحبي. غريبة، انا افتكرته انه خلى ولاد. اصله الشبه كبير قوي بينه وبين عادل ابنك. صحيح. يا خبر اسود،
يا خبر سيبتين يا دي المصيبه يقتل ولاد برضه عملت اللي في دماغك مفيش رحمه يا اخي مفيش انسانيه مفيش ذوق انت ما بتعرف الله سنا شو هيدا القلب حجر صوان خرسانه مسلحه وحياه الله اذا كان كنت انا مرتك كنت فرجيتك صعي شوفوا مين والنبي يا شفله يعني يا اختي حيكون مين لازم بسلامته جوزي يوه اما اروح اشوف عاوز ايه عاوز الماما ولا الانبوب طيب يوه طيب يا اخي حتى الله الحقي قول زينة بقول لها اوام علشان البوليس جاي ويا عاصم ياخد الولاد الولاد لا لا لا, لا مش وقته قبل المعروف يا دي المصيبة يا دي النيلة ربنا يجازيك يا عاصم زينب في ايه؟ الحقيني يا زينب ايه بس قولي ما تتخديش اللي ينقرس في قلبه عاصم جوزك جاي بوليس وجاي ياخد العيال عاصم جاي ياخد ولادي مش ممكن ما تتلبخيش دلوقتي خبيهم عبال ما انا انزل اعطرهم تحت واجي ولادي مش ممكن ياخدهم مني مش ممكن ابدا من فضلك ادي خبر لزينب هانم تجيب الاولاد برضو جاي تاخد مني الاولاد انا ما كنتش مصدقه انا يستحيل اسيب ولادك تموتوني ارجوك يا حضره الضابط سيبهم لي دول حياتي دول قلبي يا هانم انا اسف ده حكم لازم انفذه انت بتنفذ علي حكم الاعدام بلاش ترحمني يا عاصم ارحم الاطفال اللي مالهمش ذنب يهون عليك انهم يتمسكوا زي اللصوص ويمسكوا البوليس ليه تسمم حياتهم؟ ليه تخلوهم يشعروا اننا اعداء؟ يا حضرة الضابط مش عايزين نضيع وقت، انا عايز لولادي عاصم ناعز عادل ارجوك ابوس ايديك ابوس رجليك يا عاصم بابا انا هديك الكرة بتاعتي بس تقعد معانا وانا يا بابا هديك عروستي بس ما تروحش عند الغول اللي اسمه الطلاق يلا بلاش كلام فارغ خشوا البسوا يلا حبايبي ادخلوا انا جاي البسكم يا عاصم حرام عليك دول مستحمين دلوقتي اللي ياخدوا برد بكره اجيبهم لك بايدي لغايه عندك ماما ادعي يا ماما ما تخافيش يا نهاد فاطم بابا يا خاطر انا مش عاوزه بابا يا خاطر هو مش هيخوفكم هو جاي يفسحكم ويرجعكم تاني مش كده يا عاصم ايوه بابا رح يشتري لك عروسه حلوه قوي انا مش عاوزه عروسه اذا كان مش هيرجعني تاني هترجعي يا حبيبتي تعالي تعالي عشان خاطر ماما على مهلك خالص يا ساتر يا ساتر يا ساتر
الشتان. على ما الحمد لله. بنتي بنتي بنتي. هنروح نجيب البسكليت ونيجي حالا يا ماما. مش هنجيب عليك يا ماما. سلموا يا اولاد على طنط. يلا يا بابا. لا لا يا عيب عيب. سلموا. امال وشهم اصفر قوي كده يظهر امهم ما كانتش معتنيه بيهم ابدا. لا ابدا هما بس يمكن خايفين شويه. سعاده البيت سعاده البيت في واحد بره مقدم الارض. هل دي لسعادتك؟ ارض حال. ايوه يا فندم. عندك وظايف خاليه؟ واحد يا ست عايز يشتغل جنايني، خدام، بواب، اي شغل يعني. طب ما تشوف يا عصر يمكن ينفع خدام للاولاد. حكم انت عارف انا خدامين يا دوبك على قدي. هو عاوز يقابل سعادتك. طيب انا جاي. خليك يا بابا ما تخافش. خليك هنا. ما تخافش انا جاي حالا. انت؟ ايوه انا يا عاصم بيه. ايه اللي جابك هنا؟ بجنبك تعرف ان انا راجل فنان معروف عند كل الناس وكل اخوان الفنانين. انا جيت هنا مخصوص علشان الولاد الصغيرين. عاوز نستنى هنا بصفة خدام، فراش، جننجي، اي حاجة والسلام. علشان نكون جنب الولاد نخلي بالي منهم ونواسيهم. احسن ما يتمرمطوا حرام. وانت عارف معزة الولاد دول في قلبي لأنهم اتولدوا على أدية ونحبهم زي عيني وزيادة كمان. تكونش زينب بعتك عشان تعمل فضيحة زي اللي عملتوها؟ لا وحياة المصحف. ست زينب ما تعرفش إن أنا جاي هنا. أنا جاي علشان الولاد وبس. تعال يا روح عثمان. يا حق يا حياة عثمان. بس بلاش يا عم عثمان. كنا معك يا عم عثمان. أنا جي روحي. خدهم واطلع دلوقتي. تعالوا يا روح تعالوا. ايوه انت تعرفه قبل كده يا عاصم؟ ايوه اعرفه. ده كان راجل مبسوط واخنى عليه الظهر. لكن انا شفتك فين قبل النهارده؟ لا مو حاكم الجماعه السمر كلنا فينا شبه من بعض. وعلى كل حال انا لي الشرف. جمالات نعم. تعالي وري له اوضه الولاد فين. حاضر يا ست. يلا يا ولاد. اتفضل. يلا. تبقاش تقول لي انه فؤاد ما بقاش خالي الولد. يخلق من شبه 40. يا سعاده البيه الراجل بقى له مده مستني بره. راجل مين؟ صاحب عماره الجيزه. طيب دهله. حاضر. اسمع عبد الستار. افندم. قرب هنا جنبي. قرب جنبي. قرب هنا جنبي. افندم. بص للصورة دي كويس. شبهي ولا مش شبهي؟ ها؟ شبهي ولا مش شبهي؟ سعادتك قصدك ايه من شبهك ومش شبهي ولا مش شبهي؟ شبهك بس الراجل مستعجل بره وعاوزين نخلص وعاوز يمشي. طيب ده. طيب. تفضل يا سعادة. السلام عليكم. بقى يا سيدي احنا فكرنا نزود دور سابع على العمارة. ارجوك تعمل لي مؤيسة في اقرب فرصة عشان نبت في تنفيذ المشروع.
قول لي من فضلك، الصورة دي شبهي ولا مش شبهي؟ طفل ظريف قوي. افوت عليك امتى بقى عشان اخد المقايسة؟ ارجوك، في ملامح مني ولا لا؟ لا يعني انت احلى بكتير منه. ما بتكلمش في الحلاوة دلوقت، ارجوك تقول لي شبهي ولا مش شبهي؟ عن اذنك انا عندي شغل، فرصة تانية افوت اني اشوف اذا كان شبهك تمام ولا مش شبهك، في اقرب فرصة. انا اسف قوي. اتفضل اتفضل نتكلم في الشغل بعدين ان شاء الله. بعدين انا عندي شغل دلوقتي، مع اذنك انا اسف قوي. السلام عليكم. ايه لسه ما كلوش؟ لا مهول، مش متعودين ياكلوا في المطبخ يا ست علي. لا يا شيخ، ناقص انهم ياكلوا في اوضه السفره كمان. شيل الاكل ان شاء الله ما كلوا. بصوا لي كده ليه يا اولاد؟ يا سم ستي ستي سيدي شوكه بيجي. يلا شيل الاكل واديهم على اوضهم. اصبر الله، لا شفاء ولا رحمه. كلوا كل يا ولاد علشان تغزوها. كل. ايوه كل يا عادل عشان نغز. الو يا شوقي. اهلا ستي، انا لولو. اف ايه مالك؟ ولاده يا سيدي. ايه اللي جابهم هنا؟ حكمنا عناديه، حكمت رايي انه ياخدهم منها عشان احرق قلبها واغيظها زي ما فضحتني يوم اعلان الخطوبه. انا كل حال ما كله منك. على فكره فين بقيه الشله؟ والله انا جيت مخصوص قبليهم علشان اختلي بيكي وافهمك اني نادم. نادم بعد ايه يا سي شوكت؟ بعد الرميه دي والجوازة المنيله؟ ما عرفتش مقامك الا ما رحت من ايدي. لا يا شيخ، بقى بذمتك لو كنت انا خالصه ومش متجوزه، الدكتور يسمح لك بالجواز وبالحوادي كمان. شوكت ايه اللي جاب دول هنا؟ انا قلت ان مقاطيع في الرقبه دول ما يحطوش رجلهم في الهول. سامع يا سيدي؟ معلش، اصلهم هربوا مني. هربوا منك؟ تعالى يا بنت اخويا. حرام عليك. يلا يلا انت وهي هنا اهو. يلا تعرفوا لو حد منكم خرج من الاوضه هكسر دماغه. يا دراعي ما دراعك يا حبيبي وجعني. انت فين يا ماما؟ عادل ماهر. الله، انت ملمومين عليا كده ليه؟ مين حضرتك؟ ده الدكتور اللي بيعالجك يا حبيبتي. انا عيانه. انت كنت عيانه؟ صحيح، انا كنت بحلم باولادي. يا ريت الحلم كان صار. فؤاد، ما شفتش اولادي، ما سمعتوش عنهم حاجه. اعملي معروف، خليكي انت في نفسك، بكرة لما تطيبي تشوفيهم ويشوفوكي. الحمد لله أنا مطمئن عليكي دلوقتي، وإن شاء الله تسترد صحتك وتبقي عال خالص. متشكرين قوي يا دكتور، العفو كتير قوي. خير يا دكتور؟ طمنا يا دكتور. حظها كويس، الصدمة كانت شديدة وكان محتمل قوي إن يضيع عقلها. حاولوا بقى تسلوها وتخلقوا لها جو مفرح علشان تتحسن. الله يجازيك يا عاصم، متشكرين قوي يا دكتور. اتفضل. من زيت التفاريح يا هيدي شغلتنا. مين ده؟ ده انا اغني لها وارقص لها واعمل لها قرد. اذا نبتدي الشغل من النهارده. يلا بينا. خش. هتروح وتهلاك.
حتروق تحلالك بشوك مع أزهار والحزن بعض سرور بشوك مع أزهار والحزن بعض سرور والليل طلع له نهار والدنيا هي بتدور شوف انت احوالك يا اللي انشغل بالك شوف انت احوالك يا اللي انشغل بالك طرق وتحلالك طرق وتحلالك يدبرها يا حلو سلمها للي يدبرها هو اللي يعلمها واللي يسيرها والجو يصفالها ياللي انشغل بالك حتروق وتحلالك حتروق وتحلالك جوزفين ايه؟ جوزفين 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 يا ابو عقل تخين وريني الصورة دي اللي ببالك صعب تبص فيها الله يا جماله قولي لي تشبه لي ايه رأيك؟ فيها شبه لي إذا كان أنت تشبه لي يبقى ده يشبه لك هو ده ابنك؟ ربنا هو اللي يعلم وزينة هي اللي تعلم هو معقول إن زينب تطلب الطلاق علشان أنا عاوز أكون غني؟ مين يكره ان يكون غني؟ ابدا انا عارف عشان ايه عشان فؤاد انا اللي غلطت ودخلت بيتي من قبل الولد ده ما يتولد مبسوط ان حظي وحش كده المثل بيقول تعيس في اللعب سعيد في الحب اللي على فكره هو جوزك ما بيسهرش ليه ويانا اليومين دول هو فين الليلات
لا انا عارفه ولا عاوز اعرف. احسن. والله انا خايف ليكون وجودي في البيت هنا بيضايق جوزي. يضايق جوزي؟ ليه يا حبيبي؟ هو كان بيته ولا بيت بابا؟ تعرفي ان اليومين دول جوزك بقى يلبس كويس وشيك قوي. بس بس بفلوس يا ستي تشيك. تصوروا يا جماعه ان البدله اللي على جدته ما يعرفش ثمنها كام. ايه رايك لو تجيبي ابو جوزك من البلد وتقلعيه الزعبوط والحرام وتشيكيه كده زي ابنه؟ فكره، على الاقل عشان ما بقاش يتبرأ من ابوه. انت فاكره؟ مش ابوك ليه يا عاصم؟ مني كبرتك وخليتك افندي؟ دي اللي اتبريت مني وهنتني علشانها؟ معلش، الله يسامحك. العيشة اللي علشانها بعت الماضي وكسرت قلبي، اديك عايش في الذل والهوان، عملت ايه بالمال؟ كان ليا صديق اسمه عاصم، مش انت؟ عاصم كان عنده كرامة، ما كانش يقدر يبيع نفسه ويهضم الذل علشان الفلوس. على فين؟ ابو علي خلاص هيموت وفلوسه هتبقى فلوس، خلاص هتبقى صاحب الثروه دي كلها، وعليا هتسلمك كل حاجه. فاضل كتير، ما بقى الا القليل. طمني يا دكتور، ازاي صحه مرسي بيه دلوقتي؟ الاعمار بيد الله، لكن اللي انا شايفه انه بيتاخر ما بيتقدمش. يلا بينا نشوف ابنك عادل. لا ما تخافش، بكرة تخف وتبقى زي الحصار. وانت من فضلك خلي بالك من مواعيد الفنسلين كويس. حاضر يا دكتور. استاذن انا بقى. لا معلش انا خارج معاك رايح المكتب. اتفضل. ماما ماما تعالي يا ماما يا حبيبتي يا ماما. انا ماما يا حبيبتي، انا زي ماما تمام، انا اختك ناه. انا عاوز ماما، ماما انا عاوز ماما. ايه مفيش بقى غير ماما ماما ماما؟ بلاش لفه خمد ونام. من فضلك ما تزعقيش في اخويا، هو عيان. عيان؟ وانت هنا بتعملي ايه؟ انا قلت لك ما تعتبيش الاوضه دي. انا ما سيبش اخويا، انا عايزه اقعد جنبه واخد بالي منه. يلا نزل على راسك قدامي. يلا انا قلت يلا بلقلك ادب. بس انا مش بيها عشان خاطر اخويا، انا وديها قدامي. مش شغلك انتي. يلا اخويا عادي. يلا يلا وتاني. يلا انا عايزه اقعد جنب اخويا. اخويا يلا بلقلك ادب. منين عثمان؟ انا مليك جواب تكتب لماما. من عين دي ومن عين دي؟ هات ورقه وقلم وتعالى. على عينيا. حالا. هو هو انا تحت امرك يا باشا. اكتب اللي هقولك عليه. قول يا روحي. ماما حبيبتي. يا روحي. نور عيني ماما. نور عيني ماما. عادل عيان. يا الشر عليه ربنا يشفيه.
وعنده سخونية. تعالي حالك. تعالي حالك يا روحي. أنا عاوزة أشوفك يا ماما. يا روح مامتك. وحشتيني يا ماما. أنا عرفت إن ابن عيالي وجاي أشوفه. مش هتشوفيه. أنا هفضل واقفة كده على باب بيتك زي الشحاتة لغاية قلبك مني. لو وقفت هنا طول عمري مفيش فايدة. أنت مالكيش قلب. ده أنت ست زي ده. أنا بموت كل يوم مرة من لفتي على أولادي. أشوفهم مرة واحدة وبعدين يطردوني تاني. أنا ما دخلش أمثالك في بيتي. أنت نسيتي الفضيحة اللي عملتيها أنت والغدر بتوعك يوم إعلان خطوبتي. والنبي مالي يا زلمة. ده كان غصب عني. عاوزة تشوفي ولادك؟ عندك المحكمة الشرعية. روحي اطلبيهم. من فكركوا دي الا تعرفني وتطردني قدام الولد يوم يتقهر وهو عيان. ما يحكمش. ما تخافش. كلنا وياك. ونحن وين رحنا؟ رح بنطربع القصر على نفوخه معاكي ابا ضيات. لا والبنت الممرضه بتاع الولد بنت حلال خالص. نحن اتفقنا وياه انك تكوني موجوده جنبها بصفتك المساعده بتاعتها. وهي لما عرفت انك انت ام الولد اتبسط وقال وجود الام جنب الولد يساعد على الشفاء خالص. ويعني فكرك يا عثمان ان بالصبغه دي محدش رح يعرفني ولا الجن كمان؟ خصوصا ان انت مش هتسهر اللي بالليل وتنصرف عند طلوع الفجر. ونحنا معك بنخش وبنطلع بدون باسبور. شو هالنباهه. ميرسي. ماما. لا يا حبيبي. انت مين؟ أنا القرآن ده زي بتاع ماما. مش حارسة جميلة طول حياتي. العفو يا هانم ده واجب. مفيش أوضة هنا بعيدة عن الصيدلية. يا ريت مفيش. عن إذنك ميعاد الحقنة قرب أما أروح أغليها. خليك أنت تغدي أنا أروح أغليها. بس أوعي تغلطي الباب في الوش. الدنيا منورة. قبل المطبخ قبل كل حاجة تعالي شوف تعالي شوف عايش ازاي العيشة الزفرة. عندك في جوه السوبرت محضروا لك عشان تغلي الحقنة وانا رح نعرف شو اللي مس النور يسمر يا سمار. ايه الحلاوة اللي نورت البيت الظلمة الزفتي ده؟ انت اسمك ايه؟ يا سلام عليك يا ابو ادريس. قلبي دليلي عرفت اسمك من غير ما يعرفك.
الا قولي لي يا بلديات، انت متجوز؟ يا فرحتك يا ابو ادريس، يا فرحتك يا ابو ادريس، تتجوزيني يا بلديات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا ساتر يا رب، يا سيدي خلص، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ساتر سكر شرك، يا سيدي خلص، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الهجمي يا عثمان، الهجمي يا عثمان، بنورة دي فيها شيء لله. انا شاري، انا لسه بنسأله اذا كان متجوز ولا لا، وعرفنا انه مش متجوز وعايز نتجوزه، لقيت الدنيا كلها بقت افاريت. عاوز ايه؟ نتجوزه. تتجوزه؟ ايوه. بتبصبص، بتلمح عثمان، ما تعرفش ده مين؟ ابدا يا عثمان، ده انا راح نفسفسها. احنا زملاء، ده انا راح نفسفس عينيك التنين. مش كده؟ بدمجيب سمير، بدمجيب سمير، الفجر بيبدا، انا خارجه. خدي بالك منه وحياتك. حاضر يا حبيبتي، ما تخافيش. صباح الخير. يسعد صباحك. جتتك ملبوسة ملبوسة. ما فيش افريت ولا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بابا بابا في ايه كفر للشرح؟ خدني يا بابا انام معاك عشان اوتي فيها عفريت. عفريتة؟ العفريتة دي في بيت امك في الحارة هناك. طبام يا سيدي، ستي ناهد عندها حق. يلا بلاش كلام فارغ، كل واحد على اوضته. امرك يا سيدي. ما تسيبنيش يا بابا. طيب يا حبيبتي تعال. ما تسيبنيش يا بابا. ما تخافيش يا حبيبتي، انا وياك اهو. تعال نام. ادام انت معايا يا بابا انا مش هخاف. شطرة اهو كده. نعم. اهلا وسهلا. مش عاوز ياكل الا من ايد بنورة. يا حبيبي
اتفضلي بقى استلمي عن اذنك 5 دقايق. اتفضلي. يا روح بنوره يا روح بنوره يا روح بنوره. الله، هو الدكتور سمح لك بالاكل؟ ما انا اصلي طفل. يا روحي. ايوه طيبته جنيه بنت حلال، بتحضر بالليل وتغيب بالنهار. اسكت يا عثمان ما تكترش. لا ما نسكتش، انا راح نغني ونرقص ونفنتس كمان. ارقصي معايا بنوره. نادرين عليا نهار فرحك ارقص ان شاء الله. كل يا حبيبي. الله الله على الكوسه المحشي، تاكل منه ولا تشبعش، واذا كان تغضب ولا تاكل شي، كله ينحط هنا في كرشي. قول يا حبيبي فاتك اكلك، وكل الكتكوت قبل ما ياكلك. قول يا حبيبي فاتك اكلك، وكل الكتكوت قبل ما ياكلك. امك نادرة لك ترقص لك، واذا كان ما تاكلش ما ترقصي. ايه رأيك يام؟ ما شاء الله ما شاء الله، حضرتك عاملها لي قهوة هنا. لا بس بنسلي الولاد شوية. كويس خالص. ام الطرس؟ اصلا انا من ساعة ما شفت الجنية بالليل وانا كل سومي الجسم بيتحرك. يلا يلا نجرب قدامي بلاش كلام فارغ، اطلع بره. طيب ماشي. لا يا عثمان خليك ما تخرجش. تقول ايه يا ولد؟ هو هيسمع كلامي ولا كلامك يا قليل؟ ادب. ايه؟ تضرب ابني يا مريض، تضرب ابني مريض. انت ما فيش في قلبك رحمة، ما فيش في قلبك شفقة، انت مغربة. انا ما ضربتوش. ماما انا ولادي يتهانوا كده؟ دي الاداب العالية بتاعتك يا اللي عمرك ما وسخت رجليك بتراب الحواري. انا اللي هاخد ولادي. ان عيني اتعرضيني دلوقتي، انت قتلتيني لكن مش حسيب تقتل ولادي. يلا يا زينب. يلا يا زينب. الراجل وحشين، عايزه تاخد الولاد ليه كمان؟ ايوه هو ده تكوش على الدنيا. يلا يا زينب. معلمتي معلمتي بتيد اخو الشيطاني معنا. يلا يا غفور. اسمي جبور من فضلك اخ يا ملعوني، وحياة الله اريد اصف عمرك اصف. يلا يلا. بسم الله عليك يا ست. مؤامرة، مؤكد مؤامرة. انت متآمر معاهم عليا، انت اللي دخلتها البيت هنا مستخبية ومتخفية. مش معقول يا بنتي. مش معقول معقول، لازم انتقم لي منها. حاضر بس اهدي. مش ههدى، هاتها هنا عشان اضربها زي ما ضربتني. لازم تجيب منها الولاد، عاوزة غيظها وما تخليهاش تشوفهم ابدا. انت لسه واقف. يلا. حاضر اديني رايح. يا المكتوب، ابعت سلاماتي لفؤاد الحبوب. بص يا فؤاد الحلو. متشكر. عاصم فين ولادك؟ انت جاي تدور على ولادك هنا ليه؟ ما تفتكرش نحسب لكم الاولاد يا فؤاد، ان ما كانش بالذوق هستعمل القوه. انت جاي تسالني على ولادك فين؟ انا اللي حقيت اسالك فين ولادك يا مسكين. الله، ده خط زينب. خط زينب؟ مش من حقك انك تقراه. زينب مش مراتك دلوقتي. كانت مراتك. اظن ده اكبر دليل على صلتك بزينب. دلوقتي شكي اصبح يقين يا خونة. كنت بتتظاهر بالشرف والغيرة على مصلحتي، بتدافع عن الاخلاق، بتشهر بي اني طماع، بخرب بيتي بايدي عشان الفلوس، ومن ورا ستار النبل المزيف ده احط علاقة بينك وبين مرات شريكك وصديقك يا ندي. انا دلوقتي مش عايز الاولاد علشان انهم ولادي، لا، علشان انهم ولادك، علشان اعذبهم واعذبكم. خلصت اتهامك؟ اتفضل يا تعس، خد الدليل على اتهامك. سأختفي عن القاهرة إلى الأبد، لا تحاول أن تعرف إلى أين هربت بأطفالي. حتى إذا سألك عاصم عني أجبت صادقا إنك لا تدري. إني لا أريد بعد اليوم أن أشغلك بأمري، يكفي ما كبته في سبيلي وما تحملت من دنيء الشكوك وظالم التهم.
إني عقدت العزم على أن لا تفرقني عن أطفالي قوة في الوجود، فليساعدنا الله أختك المخلصة زينب. يا ترى هم فين دلوقتي؟ يا سلام، شوف ربنا قد ايه سلط عليك نفسك، تشك في أولادك اللي من دمك، تشك في شريكة حياتك، ظلمت صديقك وظلمت نفسك. مفيش عقاب من الله أشد من اللي انت فيه دلوقتي. النتيجة أولادك ومراتك مشردين بيكفروا عن ذنوبك وجشعك. خلي أطماعك تحميك، خلي الفلوس تلم شمل أولادك وتردلك سعادتك. كفاية يا فؤاد كفاية، هتهرب على فين يا مسكين من عذاب الضمير؟ سامحني يا فؤاد، إن بعض الظن اسم. كنت في الشغل يا حبيبتي، اديني جنبك اهو. يا سلام، من قدك انت وعادي، بابا وماما جنبك، يا رب دمها سعاده يا رب عليك. بابا انا هديك الكره بتاعتي بس تقعد معانا. وانا يا بابا هديك عروستي بس ما تروحش عند الغول اللي اسمه الطلاق. ادي خصال الطحاد المناهي محوشاتهم يجي بثلث 100 جنيه، خدهم كلهم وبلاش تشرب ولا تسهر ولا تسيب ولادك. حاضر يا فندم. يا روحي يا شوكة. حياتي. عاصم. عاصم. ده ذنبك يا زينب وذنب أولادي. أنا اللي شردتكم وجريت ورا المال وما رضيتش بالسعادة اللي كنت فيها. ما احنا فيها يا أخي. ارجع لزينب بتاعتك، طلقني اذا كنت راجل وعندك شهامه. راجل؟ انا لو كنت راجل ما كنتش سبت مراتي وولادي. بسيط، طلقني وارجع له. اطلعك؟ طريقه مبتكره يخلي بيها الزوج مكانه اللي عاش. مجرمه عاصم، اذا كنت فقدت كل شيء علشان فلوسك لا يمكن اسبك شرف. انت جننت يا عاصم. بسببك شردت اولادي، بسببك طلقت شريكة حياتي الطاهرة الشريفة، هدمت بيتي علشان فلوسك القذرة، غوّر فلوسك يا خضيرة. شوكت شوكت ما تنسيش يا شوكت. مفيش قوة في الأرض تقدر تمشي. عاصم انت يا عاصم. أيوة اتجننت. انت كلمت يا عاصم. بس ما تنسيني شرف. بابا بابا عاصم عاصم عاصم. قاتل حكمتك يا رب. أوه.
مين سعادتك؟ أنا فؤاد يا عاصم، وأنت مش عارفني؟ فؤاد عاصم عاصم. الله، أمال فين الأولاد؟ الله أعلم يا عاصم، لحد دلوقتي ما لقيتهمش. بكل أسف. تعال تعال تعال. فاكر يا فؤاد يوم ما جبتك هنا مرة علشان نفض الشركة؟ كلامك لسه بيرن في وداني، حاسب من الطمع. يا ريتني طوعتك، يا ريتني رضيت بقليله وفضلت شريكك. ما انت برضه شريكي يا عاصم، مكانك محفوظ في مكتبي من سنين. يا سلام يا فؤاد، عايزنا شاركك في لقمتك بعد اللي عملته فيك ده كله. ما تقولش الكلام ده يا عاصم ارجوك، انسى الماضي وبص لقدام. صل على النبي، صل على النبي، يسر ولا تعسر، صل على النبي، من رضي بقليل وعاش، الصبر مفتاح الفرج، يا حبيبي النبي، اذكر النبي، صل على النبي، أنا حبيبي. يا حبيبي النبي، اللهم صل على النبي، يا حبيبي النبي، صل على النبي. الشيخ شاكر ابو عاصم؟ ايه امال ده فرح مين؟ فرح سعادل وست ناهد ولد عاصم به المهند. عقبال عندك، عقبال فرح ولادك. احرس يا امين، احرس يا امين، ده ربنا جازى ووفى اجر الصبرين. ما تزغرني يا ام الاثنين يا تن تن تن. وانا وحدي ونضي يا ناس يقف جنبي ويشاركني بفرحة قلبي ويفرح بفرحنا امي وتجيب لي عروسة على قدي طولها مترين توزن طنين. تن 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 ما تزغرتي يا مطلين. يا ستي وحياة عينيك وفيلي النجر اللي عليك. يا ستي وحياة عينيك وفيلي النجر اللي عليك وارجوسي بيديك ورجليك. اسم الله عليك وحواليك، 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 اسم الله عليك وحواليك.
عوض عليكي. اسم الله عليكي وحواليكي، المولى عوضها عليكي. اسم الله عليكي وحواليكي، المولى عوض عليكي. ايه اللي خلاك كده؟ جرى لك ايه عاطف؟ قول لي. اخدت جزائي يا استحقه. انا بقيت خريج السجون يا زينب. انت انسجنت؟ اه، علشان قتلت علي اللي كانت السبب كده كله، عشان اكفر عن الالام اللي سببتها لك. انت قتلت؟ ايوه. تعال ريح على فين. خليني بعيد عنكم، انا مجرم، وجودي معاكم حيقلب لكم العار. ماما 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 مالك يا ماما؟ الله، مين ده؟ ابوكم. ابويا عاصم ابن ابويا. ابويا سامحيني. سامحتك يا عم.